كونيكتي مون كاميرا ومن بعد نتحركوا ان شاء الله. بسم الله يا بسم الله توكلنا على الله ولا اله الا الله محمد رسول الله. كتدخل كتدخل بنفيس خاصك تشهد. الوغ لانترفيل هو هذا، هو تشد هاد لا لين هاد لو ميليو ديال التخوازيام فيل. نورمالمون في القانون لانترفيل ما خاصكش تفوت 50، السرعة القصوى ديال لانتيرفيل هو 50. كاينين دي جون كي سون تخي سامبا لي يخليوك دوز وكي السيغ اغوش كيمشيو شي شوية على اليسر بحال هاد الناس لي كتشوفو بيهم. كاينين شي وحدين بحال هاد مساخيط الوالدين لي كيجي تا للمرحلة الأخرى وكيشونجي لا ديريكسيون ديالو كيدخل ليك اغوش. هادي هي لانتيرفيل في باريس، لانتيرفيل لي كدير القشة عريرة. لانتيرفيل إذا كانت درجة الحرارة تسعود كتولي فيك انت 36. لانتيرفيل بنادم اليد ديالك لا إله إلا محمد رسول الله، الله يحفظنا ويحفظكم. كاين الروح ديالك ما بين هاد الناس اللي على اليمين وعلى اليسر، رغم بأن الله سبحانه وتعالى هو الحاضي، ولكن خاصك تحضي مع هاد المستعملين الطريق اللي ما ساهلينش، خاصة من كدوز محدا شي كاميو بحال هذا لي ترو شارجي ديجا ا 44 طن، وحنايا بالموتور كتكون فيك واحد 250 كيلو ل 300 كيلو ماكسيموم. الوغ يتو فيغ اتونسيون سيرتو مع هاد الصغار، و يلفو با فيغ دي بيتيز. من خاصك توقف خاصك توقف، من خاصك تنقص السرعة تنقص السرعة. كيما قلت لكم كاينين الناس لي يخليوك دوز لي كيمشيو تغابطيو ا غوش، وكاينين الناس اللي صراحة ما كيتسوقوش ليك اصلا وما كيعرفوكش واش كاين ولا ما كاينش. الوغ سي بوغ سا تو فيغ اتونسيو توجور. دابا الماكسيموم كيما قلت لكم السرعة المسموح بها هي 50، ودابا انا غادي ب 40 بنادم واقف على اليمين على اليسر. هذه هي من الاسباب اللي خلاتنا خرجنا في لو 20 جو بونس فيفري، درنا واحد اش كتسمى واحد المانيفيستاسيون بوغ لا ليغاليزاسيون دو لانترفيل اللي ولا عرف. هادشي ما كاينش في القانون، قانون السير اصلا هاد لانترفيل، ولكن بما ان الازدحامات كاينين والطرقات حنايا في باريس راه كاين 12 مليون ديال بنادم، 12 مليون ديال بنادم زاد عليها الناس اللي كيجيو راه لا اله الا محمد رسول الله. لهذا في هاد الايام سولت واحد البوليسي صافي دو جوغ ماتنو، سولته الله يرحم لي الوالدين لانه تغاضى لي على واحد المخالفه، خصوصا كنت غادي نخدم بحال الوقت هذا صافي دو جوغ، ودرت واحد المخالفه والله يرحم لي الوالدين. في هاد النهار كان واحد الراجل مزيان شاف البيرمي ديالي، شاف البيرمي ديالي كيسوى بليز دو 15000 يورو، الوغ شاف فيا وسولني وخلاني نمشي بحالي، دار لي مخالفة لي ما تحيدش لي النقاط. والنقاط صراحة حنايا هاد المسألة ضروري نتيرو ليها، واحد عنده بيرمي بي كيحيدو لي النقطة في البيرمي بي. أنا عندي 6 البيرميات، الوغ ملي كيحيدو لك نقطة ما كيحيدوش لك نقطة من بيرمي واحد، كيحيدو لك من كاملين، وهذه مسألة اللي خاصها تعاد فيها النظر. المهم حنا باقي في الانترفيو، الله يحفظنا ويحفظكم. هذه المسألة هي الصعيبة، هي هاد لي سي بيغلوغ. ملي كيكون لي سي بيغلوغ بحال هكا بنادم يمشي بشوية يحضي مع هادو شي واحد يبدل الاتجاه ديالو فين ما تكون شي ثقبة بحال دابا هذا ما بغاش يخلينا ندوزو. الوغ غنفوغي دوي غنمشي بو لا فيتاس فوالا نمشي كالمومون دير ليه واحد الميساج جو. انا يا خاصني نمشي على اليمين، يعني خاصني نقلب على لا اكا ديريكسيون باري، يعني خاصني نخرج من هذا الزحام هذا، والخرجه ديال الزحام دابا غتكون شي شويه صعيبه.
كنسجل دابا بالكاميرا ديال القدام ديال الكاسك، ودرت الكاميرا الخلفيه حتى هي كنسجل بها. نتمنى ان شاء الله تكون عندنا شي تسجيل يكون مزيان. والله يحفظنا ويحفظكم. باريس ما سهلاش، وخاصنا نخرجوا دابا على اليمن. دابا من كتكون غادي بنادم ملاصق بحال هكا حتى تخرج على اليمن باش تمشي للطريق ديالك خاصك تنتبه ليها. الوغ اون فاغ اتونسيون، فاغ اتونسيون. لا ايوا نخرجوا بحالنا الحمد لله. دابا خاصنا نتجهوا لا اكاد ديريكسيون باري. هاد الناس هادو كيما قلت لكم غاديين كاملين الليل، غادي لو نور دو باري، غادي لبلجيكا هولندا، ولا جايين من جنوب باريس وغادي للشمال. لا اكاد الحمد لله كتكون شويه خاويه دابا، ولكن هاد لا اكاد 26 لا اله الا الله محمد رسول الله كانت من بين الاسباب اللي خلاتني نبدل كاع لابارتومون ديالي. دوز حدا هذا، شوف واش هذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. فوالا الحمد لله والشكر لله. هذا هو الانترفيل، هذه هي السياقه ما بين الخطوط. والانترفيل هو عنده القانون ديالو ولا بد من الاحترام ديالو. المهم الاخوان، مرحبا بكم مع هشام في باريس، مرحبا بكم مع هشام في وسط رمضان، مرحبا بكم في الطرقات الباريسية. وما كرهناش تخليو التعليقات ديالكم وتدمروا القناة باش تشوفوا باريس بواحد الوجهة أخرى، ماشي وجهة ديال السياح ولكن واحد الصورة ديال روتيني اليومي. ولكن روتيني اليومي ديالنا حنا ما فيش دعرة، ما فيش هذاك الشيء اللي كنت عليه. حنايا ما كندخلوش عندنا صحاب روتيني اليومي.